الناس اللي هم اكثر عرضه للاصابه بالحاجات تمام. دي. طب دكتور عصام انا اخشى ان الوقت يفلت مننا، انا عايز حل موضوع التليفون. طيب. احنا ما نقدرش نستغنى عن التليفون. هقول لحضرتك انا هو ده السؤال اللي كنت هقول لحضرتك، انه في بعض المرضى بيقول يا دكتور انا اي تي، يعني انا شغلتي كمبيوتر قدام الاجهزه، قاعد قدام الاجهزه، طب اعمل ايه؟ فبقول له حلك الاتي: اولا وانت قاعد في شغلك حاول تقعد حافي ورجليك لمسه الارض. حافي زي ارضي، يعني تسمع كده من ملمس ارضي زي البشريه كده. اه بالظبط كده، يعني رجلي حافيه ولمسه البلاط بتاع الارض، المكتب اللي انا قاعد فيه زي ارضي، بحيث اي شيء انا بتعرض له بيتهرب على طول يروح على الارض زي ايرسنج، معروف النظام الكهربي. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه: ما اقعدش اكتر من ساعه ونص ساعتين وانا بعمل شغلي على الجهاز الكمبيوتر، بعد كده اريح 10 دقايق ربع ساعه، اخرج تماما في مسافه لا تقل عن 3 متر عن المكان اللي فيه الكمبيوتر، وبعد كده اقدر ارجع تاني. النقطه الاهم من كده: ما ينفعش بقى كمبيوتر وموبايل، يعني ما تبقاش انا شغال ده وشغال ده، لان الاثنين هما نفس الضرر. الموبايل خلينا نقول ان الموبايل وسيله اتصال مش وسيله رغي. طب هو الموبايل وهو محطوط جنبي كده ليه ضرر وانا بتكلم فيه ضرر واكتر، ولا هما الاثنين واحد؟ كل ما قرب منك ضرر واكتر. وحته الهاند فري اللي حضرتك بتتكلم عنها بتقلل الضرر لكن ما تمنعوش. الهاند فري اللي هي بسلك، سماعه يعني موجوده، لكن دي مش بتمنع الضرر، لا دي هي بتقلله فقط. انت عشان تبعد عن التليفون ومشاكله لازم تبعد عنه 3 متر. عشان كده موضوع ان التليفون يبقى جنبي منبه بصحى عليه، او بسمع فيه اغاني ايبود وحطه جنب مني وبنام معاه واخده في حضني، اللي هي معظم الشباب شغال بيه دلوقتي، ده في منتهى الخطوره. طب ما برضه 3 متر دي كتير يا دكتور عصام، يعني انا قاعد في الاوضه حاطط الموبايل في الصاله وجايب هاند فري. هو مراتك هتقول يعني نقطه اللي احنا اصبحنا مدمنين، يعني اصلا عايز اقوله ان الموبايل اصبح دخل فيه جزء كبير منه ادمان، فبالتالي مهم قوي ان اعرف حدودي مع او يعني هو ايه بالنسبه لي، هو ضمام انا عايزه امتى، هو ضمام بالنسبه لي، يعني انا بعمل بيه بزنس ولا ده وسيله تسليه. للاسف اللي احنا بنتكلم عنهم دولت معظم الشباب هو وسيله تسليه، مش انا بعمل فيه بزنس، انا بقول بيع هات لي مش اعمل، لا. يعني احنا كدكاتره احنا معرضين اكتر ناس مع استخدام الموبايل، لان احنا ما بنقدرش نقفل تليفوناتنا مع المرضى بيكلمك، لكن لما بلاقي المريض هيتكلم اكتر من دقيقتين اقول معلش لو سمحت انا موجود رقم الارضي كذا كلمني عليه، والا مش هتخلص. عشان كده برضو اللي عايز اقوله ان الموبايل ما هوش وسيله رغي، دي وسيله نظام تلغرافات. دكتور ذكري اخبارك ايه؟ هشوفك النهارده، هتيجي الصحه والجمال النهارده بالليل؟ حاجي. طب ايه رايك في الموضوع؟ قول لي لا، تعالى بقى نتكلم في التليفون الارضي. دي نقطة مهمة وأرجو إنها تبقى واضحة. ده في منظر مستفز جدا دكتور عصام، بتلاقي اللي سايقة مثلا عربيتها تلاقيها حتى الموبايل تحت الطرحة كده، ولا ما تفهمش شكاه ازاي. أنت تعرف إن ألمانيا دلوقتي أصدرت قانون اللي هيتقبض عليه بيتكلم في الموبايل سجن 6 أشهر وهو سايق، يعني وهو سايق سجن 6 أشهر سجن 6 أشهر اصل انت لا تتخيل يا ما حصلت كوارث من هذا الموضوع. عشان كده ان كون ان العربيه يبقى فيها وسيله اللي هي بلوتوث شغاله مع تليفون وحد يكلمك تتكلم، لكن انت بتتكلم في تليفون او تحاول تطلب واحد، ده في منتهى الخطوره، ولا انصح بهذا ابدا. جزء من السنه قدر الله يحصل، حرصا على حياه الانسان وحياه الاخرين اللي ماشيين في الشارع، لانه يا ما حصلت حوادث من هذا الموضوع. طب في سؤال هنا معرفش هل هو سؤال منطقي ولا لا. حضرتك قلت لنا ان الكهرباء بتاعه المخ البني ادم وهو نايم بتبقى اقل من وهو صاحي. طب وانا نايم، لو انا صاحي مثلا بتبقى 50 وانا نايم بتبقى 20. طب الموبايل وهو جنبي لو علق كهرباء وانا نايم ما هيوز النورمال برضه؟ يعني لا 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 يعني مش كده. لا 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 قصه مش كده، مش قصه ان انا 5 هي 5 وانا صاحي 20 ل 25، مش كمان انا 5 والموبايل لما هيبقى جنبي هيرفع لي الكهرباء بتاعتي يوصلها ل 20. فاللي هو العادي بقى لا 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 كلامك صح. لا 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 ده هيوصلك لفوق ال 100، يعني اقصد ده مثلا احنا بنضربه ارقام عشوائيه كده، احنا بنضربها. لا هيوصلك لفوق ال 100 ده اكيد. طب معنى كده ان هل نقدر ناخد نصيحه من الدكتور عصام واضحه وصريحه ولا تقبل اي تاويل: ما تخليش الموبايل جنبك وانت نايم؟ سيدي الفاضل بقول لك المرضى بتوعي لما بيجوا لي وبيسمعوا الكلام بيخفوا. بيخفوا لما بقول له ارجوك علاجك مش هي روشتة انا بكتبها لك، ده نظام حياه ارجوك التزم فيه، لما بيلتزموا فعلا بيخفوا.
خلاص مش بلاسيبه او وهم ده, ده لا 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 ده 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 لا بيعمل اثر. وعشان كده ارجو من الناس اللي سامعنا لا سمح يخش على اليوتيوب يكتب كده مشاكل التليفون المحمول, هتنزل له فيديوهات, فيديوهات رهيبه من ضمنها تليفون جابوا زي بطرمان حاطين فيه ذره وعلى بعد 15 سنتي ثلاث موبايلات, يعني اكن ده الذره وثلاث موبايل هنا وموبايل هنا وهنا, تظلم حسين 15 سنتي منه. وبعد كده قعدوا يتكلموا فيهم لمده ربع ساعه, يعني ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه كل شغالين كنت بصفه مستمره. الذره ده بعد ربع ساعه بقى في شهر جابوا شالوا الكلام ده وحطوا بيض, البيضه دي بقت مسلوقه. يعني جماعة معقول؟ ارجوك معقول بقول لك ما انا اقول لك نزلوا كلام ده وشوفوه علميا ده وارد انه يحصل فعلا مش حاجه فيها بقول لك حاجة تجربه اتعملت والناس شافوها قدامه, ده مش سحر اللي انا بقوله ده ما هو سحر وما هوش شعوذه دي حقيقه. احنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حامي البخ البشري بتاعنا ده بثلاث طبقات من الاغشيه حواليه اللي احنا قلناهم قبل كده اللي هي الام الحنون والام العنكبوتيه والام الجافيه وما بينهم السائل النخاعي بيلف, بالاضافه للجمجمه. ما فيش شك ان الحاجات دي حاميه, والا لو كنا كده كان زماننا ضيعنا من زمان. بس الارقام اللي بنتكلم فيها واللي بيحصل ده بالرغم من الحمايه اللي موجوده دي كلها طبعا طبعا.